السلام عليكم. اليوم كاين درس جديد ان شاء الله على علمكم كيفاش تصيدوا مثلا الحنش ديال البحر ولا الحيه البحر كما كتسمى الغرنق ولا السمور. كاين هاد الطريقه باش ما يهربش لكم باش ما يفلتش، بعض المرات كيقطع في السبي ولا هذا كنديروا هاد الطريقه هادي. كناخذوا هاد السلك ديال الفراميل ديال الدراجات الناريه او الدراجات العاديه، كناخذوا هذا راه كيتباع ب 5 دراهم. هذا غادي فيه الهواء الراس ديالو هو هذا، وهذا الراس راه عنده واحد الفران هنايا اوتوماتيك. هذا كيدير 5 دراهم 7 دراهم على حساب هكذا، على حساب الطول ديالو على حساب هكذا. المهم الحوت مي كيعض في هذا السلك هذا ما كيتقطعش ما كيمشيش. اذا غنشدو الصناره اللي غادي نخدمو بها مثلا هي هذه، عند العين ديالها خصها تكون عند العين بحال هكذا، وكندخلوها في هذه الطريقه كندخلوها في دونك عندها الفران ديالها كتولي الصناره عند الفران هو بهذه الطريقه هذه. اذا الفران هنا يمكن لك دير السردين ولا الطعم ولا شي حاجه، واخا يجي مثلا الحيه ولا الحوته وتعض هنا ما كيتقطعش هذا الكابل، عمرو يتقطع. اذا كنديروا بهذه الطريقه هذه، طريقه فعاله عندك صحيحه مزيان. هنا السردينه كتربطها بالخيط وترمي لداخل. في اللوبو الاخر كنجيو لهذا الراس الاخر، فاش غادي نربطو السبيب ديالنا هاد جهه اخرى كناخذو بحال هادي عند مالين الضو ولا بهذا الحجم هذا على حساب اللي بغيتي نتايا. راه هادو كيتباعو بدرهم ولا درهم ونص. كنحاول نخشي مثلا هاديك الراس ديالها، كنفتح كنفتحها بهذه الطريقه، كندخل هادي وكنجيب هاد ليمريون ديالنا، هذا ليمريون كنديرو هنايا هاي الطريقه هنايا، وكنعاود ندخل الجهه الاخرى كنفتح بهاد الطريقه هادي. انا فتحت اولا عندي هنا كنزير زاير زاد ممكن. كنزير بهذه الطريقه هذه، كنزير مزيان كيولي عندي بهذه الطريقه هذه. ها لي مريون ديالي هنايا حجه. بغيت نعاود ندور هذه، ندور على شي اخرى ونربط بها ثاني، نزير هكذا كتولي عندي بهذه الطريقه هذه. هنا كندير الخيط ديال اللي غادي نشد هكذا، كندير الخيط ديال 100 120 80 هو اللي كنشد به السنور ديالنا بهذه الطريقه ديالنا هكذا بهذه السهوله هذه. هنا كتزير الا بغيتي تعاود دور الخيط، الا كان عندك العينين ديالو كبيره يمكن لك تدور الخيط مره ثانيه وتسد. بهذه الطريقه نزير هكا، بهذه الطريقه هكا نسد، بهذه الطريقه نحل شويه